طبعا زي ما رحنا من شويه رحنا المرج وشفنا صحيح. ردود افعال الناس واقبال الناس على هذه العربات، دلوقتي هنرصد مع حضراتكم تواجد واقبال المواطنين على منافذ هذه المبادره في شوارع او في شارع المحطه بالجيزه، وكمان اشاده المواطنين بما تقدمه هذه المبادره من خلال طبعا السيارات المتنقله من لحوم بلدي ومجمده زي ما حضراتكم تابعتوا في التقرير اللي فات عن ردود افعال المواطنين عن الاسعار وعن جوده اللحوم كمان المقدمه من خلال هذه المبادره. والله حضرتك احنا اللي بنطلق المبادرة والجمهور هو اللي بيجي لينا، الجمهور بنثقته في مؤسسة حياة كريمة بيجي لينا وبيشتري، ممكن حد جه اشترى كيلو وجربه في البيت، جه بعد كده اشترى اتنين واشترى تلاتة. لا بيبقى حلو، هما بيبقوا حاسين بالناس الغريبة اللي احنا مش قادرين نجيب كيلو لحمة من الجزار، فربنا بيكرمنا يعني والحمد لله. المبادرة جميلة، ما عمرنا ما شفناها. جميل، الله يبارك في الريس، الله يبارك في الريس وبارك في اللي عملوها. صراحة هي حلوة وكل حاجة حلوة فيها، ومشكرين للمبادرة ومشكرين لكل الناس اللي بتعمل مبادرة، شكرا شكرا. يا رب يديمها نعمة وتفضل يا رب مستمرة كده على طول، عشان الناس دي كلها تشتري اللحمة دي بالسعر ده، بدل ما اروح اجيبها ب 250 جنيه المستوردة اجيبها ب 185. جزار غصب عنه هينزل، هو الجزار هيسيبها؟ الجزار لما يلاقي انت بتبيع 185 هيقفل دكانته، لان اللي هينزل غصب عنه. ده اللي احنا بنتمناه. مبادره محترمه جدا، وان شاء الله بامر الله حاجه كريمه تقدم الخير لكل الناس، وحاجه موجوده جدا وكل حاجه موجوده بسعر باسعار مخفضه جدا، ويعني ربنا يخليهم الغلاء. والله النهارده مبادره حياه كريمه دي على مستوى انحاء الجمهوريه كلها، وعامله دعم للمواطن لمدته 3 ايام، النهارده اليوم الثالث. زي ما حضرتك شايف طبعا توافد من المواطنين، واللي بيجي طبعا بيجرب الحاجه بيجي ياخد منها تاني وبيقول لجاره وبيقول لباقي الناس الموجوده معايا. احنا النهارده موجودين في اوسيم مبادره اللحوم المدعمه تحت رعايه فخامه الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، مبادره اللحوم المدعمه تخفيفا على اهالينا، وزي ما حضراتكم شايفين فرحه الاهالي وسعادتها، اللحمه بجوده عاليه جدا، وده تنفيذا للمبادرات التنمويه الحياه كريمه. احنا النهارده شايفين الناس جدا مبسوطه، وده شيء يفرحنا، علشان كده بننزل على طول بنقدم كل شيء يسعد المواطن، فبنحاول ان احنا نقدمه له. الاسعار الحمد لله بتبدا عندنا من 185 كيلو للحوم البلد البقري اللي هي اللحوم المجمده. والله انا شايف اللحمه حلوه وكل حاجه حلوه، والاسعار 185 وسعر اللحمه، وشايف ان الناس كتير جت والمعامله هنا حلوه، حياه كريمه حلوه وكل حاجه جميله. بنشكر مبادره مؤسسه حياه كريمه، يعني احنا الناس دي اتعاملت بصراحه يعني تخفيض اسعار جامد، وبتحاول تساعد الناس في البيوت وفي الشوارع وفي الطرق وفي كل اماكن، لان احنا النهارده بنشوف اللحوم بره واسعار اللحوم عامله 300 جنيه و350 و400 جنيه، النهارده منزلينها ب 185 جنيه، فاحنا نشكر الناس دي يعني على اجمل وجه وافضل صوره للناس دي. يعني انا جيت خدت مره وجيت خدت تاني، وفي ناس قلت لهم وانا جايه قالوا السعر كده ممتاز حلو، يا ريت يبقى دايما على طول ان شاء الله. بالفعل دايما مبادره حياه كريمه بتحاول انها بشكل كبير جدا تساعد الاسر الاولى بالرعايه والاكثر احتياجا، ويمكن شفنا من خلال التقرير عدد كبير من المواطنين كانوا بيشيدوا بشكل كبير جدا، وكان في اشاده كبيره جدا بهذه المبادره، وخاصه الخاصه باللحوم وكمان اسعارها اللي مناسبه وفي متناول الجميع. يعني في نفس الوقت احنا بنعمل برامج الاصلاح الاجتماعي، ولكن مركزين واخدين بالنا قوي من الاسر الاولى بالرعايه والاكثر احتياجا، لان الامور كلها متصلة ببعضها. يعني لما نيجي نشوف هنلاقي ان مبادرة حياة كريمة لم تترك مجال الا ودخلت في هذا المجال، لم تترك قطاع الا ودخلت لتطويره. بدأنا في البداية طبعا بالبحث عن الأسر الأولى بالرعاية، خاصة فيما يتعلق بالناس اللي قاعدين في أماكن يمكن كانت خطرة قبل كده، الناس اللي ما كانش عندها الخدمات الأساسية أو أبسط الخدمات الأساسية، مياه، شرب نظيفة، صرف صحي يليق بالمواطن المصري، كل الخدمات والمرافق اللي كانت بعض الناس بتفتقدها في بعض القرى والنجوع. بالمناسبة الكلام ده مش موجود في المدن، ده في القرى وفي النجوع وفي العزب وفي يعني في أقاليم الأقاليم كمان، وفي تطوير الريف المصري في كل حتة، في الريف وفي الصعيد وفي كل منطقة وفي المحافظات الحدودية.
فالمبادرة لم تترك مجال إلا ودخلت في هذا المجال حتى في القطاع الطبي، لها إسهامات كبيرة في القطاع الطبي. ودلوقتي بنتكلم طبعا عن أسعار مخفضة للحوم، اللحوم البلدي زي ما حضراتكم تابعته من خلال التقرير 310، المجمدة 185، بالنسبة للفراخ 112. فأعتقد أن هي أسعار مخفضة في ظل طبعا ده يعتبر شكل آخر من أشكال الدعم، وأسعار مخفضة في ظل أوضاع اقتصادية مش بس بنعيشها في مصر لكن بيعيشها العالم كله.